لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال المصنف رحمه الله الشيخ باكر بن عبد الله أبو زيد الوصية التي كانت تحت عنوان إيه؟ هجر إيه؟ هجر ماذا؟ الترفه. وقد ذكرنا في المرة السابقة أن المقصود التقلل وعدم الاسترسال في التنعم والرفاهية حتى يكون الإنسان مهيئا لسائر الظروف، إن كانت هناك شدة يكون مهيئا لذلك، إن قلت الأموال وتغيرت الظروف يستطيع التكيف معها، بخلاف الإنسان المرفه المنعم ربما لا يستطيع الحياة ولا العيش إلا تحت ظروف معينة وأحوال معينة فيكون الفشل. هو يقول هنا وعليه فازور عن زيف الحضارة، وقفنا هنا صح؟ فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك مشغول بالتأنق في ملبسك. وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحة. قال والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له. وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ هنا الشيخ يوصي بوصية مهمة جدا، وهي أختصرها في هذه الكلمة، أن يكون طالب العلم متميزا، أن يكون طالب العلم متميزا. وهذا التميز لا يقصد به أن يكون مثار سخرية في الناس أو تنقص أو محل تنقص في الناس، لكن يعني هنا ويقصد ألا ينشغل بالتوافه وألا ينشغل بالمظاهر. طيب يقول عليه وعليه على ما سبق، يعني بناء على ما سبق وذكرناه، فازور عن زيف الحضار. ازور يعني ابتعد واجتنب، الازورار الابتعاد واجتناب الشيء. زيف الحضارة، الحضارات الحديثة لها زيوف تخدع الناس، زيوف يعني مظاهر جذابة، مظاهر جذابة تجذب الناس، وهي في الأصل ليست حقيقة وليست مما يشغلنا. لما أقول لك مثلا حتى نعي المقصود بهذه الكلمة، يأتيك إنسان فيقول لك فلان فعل معي كذا وكذا وكذا، فأقول لك هذا صادق، ثم يأتيك آخر كذاب فيقول فلان لم يفعل معي كذا وكذا وهو يكذب، ثم يأتي معه بشيء يقول لك وهذه بينة. بينة على ماذا؟ على لا بينة على صدقه في كلامه الذي هو إيه؟ كذب. فأقول لك هذه ليست بينة، هذا زيف. فهمت؟ يبقى كما يقال تزييف الحقائق. ما معنى تزييف الحقائق؟ ها؟ لا تزييف ها؟ يعني
تبديل وتغيير، واضح؟ يقال هذا شيء زائف، يعني غير حقيقي غير أصلي، هذا يشد الأنظار ويجذب الأنظار، ولكن شيء غير حقيقي، شيء فيه كذب وتزوير وليس حقيقيا وليس أصليا. مثل ما يغتر بعض الناس، بعض المسلمين بالحضارات الغربية. كيف؟ بعض المسلمين الآن عنده نوع من الهزيمة الداخلية تسمى الهزيمة النفسية. كيف؟ يرى نفسه متأخرا متخلفا، ويرى الغرب متقدما متطورا، ثم يريد أن يزيف على الناس فيقول للناس انظروا للغرب، هذه دول متطورة، هذه دول متقدمة، عندهم مثلا العدل المطلق، وعندهم مثلا لو أن أحد الآباء ضرب الولد هذا الأب يحاسب ويجازى ويسجن، وعندهم المرأة تأخذ حقوقها. فنقول له هذا كله زيف الحضارة، هذه كلها أكاذيب وزيوف، أمور غير صحيحة. نعم في المظهر ربما تكون موجودة، لكن هل المجتمع في الحقيقة مجتمع متماسك مترابط عنده أخلاق؟ لا، بل يقتل الوالد ولده والولد والدة، ويموت الرجل وتموت الأم وتتعفن في بيتها ولا يوجد من يدفنها، ولا يأتي الأبناء لآبائهم وأمهاتهم إلا يوما في العام الذي يسمى بعيد الأم، ولا يوجد بر، وحوادث الزنا والاغتصاب والقتل والسرقة أكثر من أن تحصى. بل حينما قطعت الكهرباء عن بعض البلاد كأمريكا مثلا، سجلت أكبر نسبة من السرقات في المولات التجارية ونحو ذلك. طب لماذا سرق الناس حينما قطعت الكهرباء؟ لا توجد كاميرات مراقبة، إذن هم بداخلهم سراق، هم هكذا، والذي يمنعهم القانون. أما المسلم فبداخله العفة الذي يمنعه مراقبة الله لا مراقبة الناس، هذا هو المنبغي، هذه الحقيقة. أما الذي هم فيه فزيف، هذه صورة يظهرون للناس بها بمظهر حسن، تمام، وربما يوجد فيهم نعم أهل عفة وأهل أخلاق، لكن قلة، لكن أكثرهم هكذا مظاهر فقط، أما في الحقيقة فليسوا كذلك. فهمتم؟ فالحضارة الغربية لها زيوف تخدع الناس وتجذب الناس إليها، وكذلك ربما يكون في بعض بلاد المسلمين ما هو كذلك، كالبلاد التي تحذو حذو الغرب، كدول بعض دول الخليج ونحو ذلك، تجد فيها من التبرج و الاختلاط بين الرجال والنساء وغير ذلك، فهذه كلها زيوف تخدع الناس. فالشيخ هنا يحذرك من كل ذلك، ويحذرك من الترف والاستكثار منه. يقول فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب. الطباع جمع طبع، وهو ما جبل وتربى عليه الإنسان. يقال مثلا فلان هذا طبعه الوفاء، وفلان هذا طبعه الخيانة. طبعه يعني مطبوع عليه، يعني مطبوع يعني تربى عليه، مجبول عليه. فهمتم؟ فالحضارة الغربية وبعض المغترين بها ما يأخذونه من أهلها تؤنث الطباع، يعني تجعل الطباع الحسنة تجعلها سيئة. فتجد مثلا تأنيث الطباع مثل ماذا؟ أنت ترضى أن يأتي رجل ويجلس مع امرأتك في البيت وأنت غير موجود؟ بل وأنت موجود هو يأتي يجلس معك، لما يجلس مع المرأة؟ طب عند الغرب ما الذي يكون؟ لا ليس عاديا، بل ينام معها ويرقص معها ويخرج معها، ويأتي الرجل في البيت ويجدهم معا في هذا. أمر طبيعي ولا غير طبيعي؟ طبيعي. تجد مثلا في المرقص في البار الذي يشربون فيه الخمر الرجل مع امرأته، لا ليس مع امرأته، هو مع امرأة رجل آخر، وامرأته مع طيب
طبع الأنفة والعزة والشرف أين ذهب عندهم؟ ها؟ أين ذهب؟ ذهب، تمام؟ فكذلك الذين ينبهرون بهم طباعهم تؤنث بعد أن كانت لديه حمية وغيرة، حين يخالط هؤلاء الحمية والغيرة أين تذهب وتؤنث ولا ينتفع بها. نكمل الحديث عن ذلك في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.